في أخبارنا الرياضية، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تفقد مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021. من جهته قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هشام نصر إن أعمال الإنشاءات تسير وفقا للجدول المحدد وبما يناسب الموعد النهائي لإجراء البطولة. النهارده كان في زياره تفقديه للصاله، احد الصالات اللي هيقام عليها كاس العالم في برج العرب، ومعانا طبعا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي والدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وبعض اللجان المنظمه وبعض اعضاء مجلس الاداره. احنا بنؤكد الزياره دي بتؤكد ان شاء الله البطوله هتقام في ميعادها في يناير القادم ان شاء الله 2021، وصالة برج العرب احد الصالات الاربعه اللي هيقام عليها البطوله. واحنا عارفين ان في ثلاث صالات بتنشا من البدايه خالص: صالة برج العرب، صالة العاصمه الاداريه، صالة 6 اكتوبر، وبيتم تحديث صالة استاد القاهره الكبرى. احنا شايفين ان نسبه الانشاء ما شاء الله بتؤكد لنا ان احنا هيتم التسليم في الميعاد المحدد علشان يجر عليها بعض التجارب اللي تؤكد ان كل الاجهزه او الفاسيلتيز الموجوده فيها تصلح للاستخدام في كاس العالم.